أعزائي المشاهدين، نحن إذ نقف مع الأخ الزميل المصور سامي الحاج والإخوة الصحفيين العرب والسودانيين. هي وقفة مننا إحنا جميعا كزملاء في الوسائط الإعلامية وكمشاهدين سودانيين، ونقف أيضا مع أسرته المكلومة. وكان من ضمن هذه الأسرة حضورا معنا متمثل في أخيه عاصم الحاج. مرحبا به. باتت هذه الكلمة تدور بوجداني كما تدور الروح فتطعن هذا القلب. بدت أقلب خاطري في كل ناحية وواد علني أجد ضوءا أو ذكرى تسليني عما أنا فيه، أو يطلع علي هذا الصباح الباسم بثغره الوضاء. كم يعيش السجناء ولا سيما الأبرياء منهم في غياهب السجون الموحشة الظالمة، فتخدش عندهم معاني الإنسانية التي يحملونها بدواخلهم بسبب العقوبات الصارمة التي لا سبب لها. فعقوبة تتلوها عقوبة، وكأن المسجون في بحر أمواجه متلاطمة قد تمزق مرارا وكتمت أنفاسه غصة من أجاج هذا البحر. ويستمر برنامج العقوبات مع هذا المسجون سنينا من القهر وأعواما من الظلم. وكم تصفق هذه الكلمة في أذن السجين ويسمع لها رنينا مزعجا، لماذا أعاقب؟ ليست هذه كلمات واحد من شعوب هذا العالم العربي والذين يرزحون في سجون الاحتلال الصهيوني لعشرات السنين بلا وجه، ولا صوت امرأة في سجون الاحتلال الأمريكي أو سجون الداخلية العراقية، ولا حتى لعربي آخر في السجون السرية التي لا يعرف العالم عنها شيئا، لا مكانها ولا من هو في داخلها، ولكنها صرخة استغاثة تحكي عن مأساة رجل هجر أهله وأحبابه وسافر لسنين طوال يحمل طموحاته لتأسيس بيته ومساعدة إخوانه الأيتام. فقد كان سامي هو الأم والأب بعد وفاتهما، كان هو المعين على مشاكل الحياة وتعقيداتها، والركيزة عند الحاجة، والحكيم عند الرأي والمشورة في الصغار والكبار. لكن يبدو أن آلام البعد هي قسمته في هذه الحياة. ترك ابنه الوحيد في أولى خطواته آملا أن يعود من مهمته التي بعث إليها ليستمي في أحضانه، لكن طالت الرحلة وطال الانتظار. ولكم أن تتصوروا حجم المعاناة العاطفية التي يمر بها طفل حرم من عطف وحنان والده في الغزوة التي حرم بها هذا الطفل، فلا هو ولا أي ممن لهم صلة به، لا أصدقاءه أو معارفه، كانوا يتصورون بأن فرصة العمر التي وجدها في الجزيرة ستكون هي طريقا غازيا إلى الجزيرة في معسكر غوانتنامو، حيث تواجه القيم الإنسانية امتحانا عسيرا ومحرقة إنسانية جديدة تمثل الرجوع عن المبادئ والقيم التي بنى على أساسها الإنسان المتحضر حضارته الحديثة وتقدمه. وفكرة مرعبة تبين مستوى الانحطاط الفكري والأخلاقي الذي وصل إليه الإنسان اليوم. فليست الأيام 77 بعد 100 والتي أمضاها مصور الجزيرة سامي الحاج في معتقل غوانتنامو العسكري الأمريكي وهو ممسكا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله بكل هذه السنين بلا تهمة أو محاكمة عادلة، هي وحدها التي تستحق الوقوف عندها. بل هذا الصمت شبه المطبق في وطننا العربي وعالمنا الإسلامي والعالم الأوسع برمته أمام هذه الجريمة المتمادية والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان. وليست السنوات الستة التي يشارف الإعلام السوداني الشاب على تمضيتها في ذلك السجن الرهيب دون محاكمة ودون الحد الأدنى من الشروط الإنسانية هي التي تتطلب منا التأمل في معانيها ودلالتها فحسب، بل إنها في الكم الهائل من ذلك الاحتقار الذي تبديه الإدارة الأمريكية تجاه الحياة البشرية والحرية الإنسانية والمعتقدات، وما تبديه تجاه هذه القضية كغيرها من قضايا آلاف المحتجزين دون وجه حق في غوانتنامو وأبو غريب ومعتقلات العراق والسجون السرية حول العالم.
ناهيك عن أكثر من 10,000 أسير فلسطيني وعربي، بينهم غادة ونواب ورجال دين، كما بينهم نساء وأطفال. إنه احتقار ممزوج بعنصرية كريهة لا تقيم وزنا لبشر إن كانوا ينتمون إلى هويات معينة وأديان معينة أو ألوان معينة. فكيف إذا اجتمعت كلها في سامي الحاج صاحب البشرة السوداء والجنسية السودانية والانتماء العربي والدين الإسلامي؟ وسامي الحاج القابع في زنزانة في غوانتانامو بعد أن نزعت منه آلة تصويره ووضع مع المئات من الشباب والشيوخ والأطفال في دكة القاعدة العسكرية خارج الأرض الأمريكية لكي يكونوا خارج القوانين الأمريكية، لا تجمعهم فقط الجزيرة بل يجمعهم معتقد واحد ودستور لم يسلم هو أيضا من موجة السب والتدنيس تخضم هذه الحرب التي غيرت معالم التاريخ الإنساني. وكثيرون في صدورهم تتنزل الأحفاد ولحن، لوحة الحرب أصلها كرم وإلى الحر تنسب الفطن. أيغض الدهر بينهم فتنا ولكم أقنة ومرتنا. فجر الليل في أباطئها يقبل العين وحدها، رغفت تلك الرياض له وتتنفخ وتغنى أجارها فرحا كأشوق الحداد. أكل الشيب والشباب معا وبتقديس تلك من علوم، نحن بالروح للشمال فلا بل تدم أنت أيها الوطن.